الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفثي، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان صناع السعادة، وهي حلقة أسأل الله تعالى أن يمدنا فيها بمدد من عنده، وأن يمدنا بعلم من علمه وفقه من فقهه وتسديد وتوفيق، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا أمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، السعادة باختصار لها معنى ربما يدور في كثير من خلجاتنا. السعادة أجدها في صفاء نفس، السعادة أجدها في طمأنينة قلب، السعادة أجدها في بسمة طفل طهور، السعادة أجدها في عفو رجل متسامح، السعادة أجدها في هدية أقدمها لأخ حبيب أو يقدمها أخ حبيب لي من غير من ولا أذى، السعادة في القناعة، السعادة في الرضا، السعادة في الحلم، السعادة في اللفظ الجميل الذي نأسو به جراح القلوب. لقد تم استفتاء لألف وستمائة إنسان، سئلوا جميعا عن السعادة، 35% قالوا إنها في الحب، و 28% قالوا إنها في الرضا، و 17% قالوا إنها في الصحة، و 7% قالوا إنها في الزواج، و 6% قالوا إنها في المال، و 4% قالوا إنها في العيال. ولكن تعالوا أحبتي الكرام في هذه العجالة لنبين أن السعادة مرتبطة بالعبادة. من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة، فالسعادة أجدها في الفريضة. قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله الله، لو حافظنا على الفرائض. السعادة أجدها في النافلة، قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
السعادة أجدها في كثرة ذكر الله. الله الله على طمأنينة القلب عندما نذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السعادة أجدها في القرآن عندما أتلو كلام الله جل وعلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله الله لو كنا مع كتاب الله في حل وترحال. الله الله لو فتحنا كتاب الله وناجينا الله بكلامه وتملقناه بإنعامه في جوف الليل والناس نيام. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. عندما يواطئ اللسان القلب ويتم التدبر في كلام الله عز وجل ينشرح الصدر وتحن الدمعة من العين. أحبتي الكرام الفضلاء، السعادة أجدها في جميع أنواع البر. جميع أنواع البر عندما أزاوله أشعر بالسعادة. البر بالوالدين، البر بالأبناء، البر بالزوجة، البر بالجيران، الإحسان للخلق جميعا. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. بعض الناس يعتقد أن النعيم هنا إنما هو في الآخرة فقط. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، يقول شيخي ابن تيمية، أن الأبرار لهم نعيم في الآخرة يذوقون بدايته في الدنيا، والفجار لهم جحيم في الآخرة يذوقون بدايته في الدنيا. فمن كان من أهل البر شعر بالنعيم في الدنيا قبل الآخرة، وكان في الدنيا في جنة معجلة قبل جنة الآخرة. يقول ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قالوا: وما هي؟ قال: ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. نعم، بل قال ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا: وما أحلى ما فيها؟ قال: الأنس بذكر الله جلت قدرته. وأنا تأملت في العبادات والاصطلاح على رب البريات، وجدت السعادة والفلاح والفوز في التعرف على الله جلت قدرته. يعني مثلا الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني لعلكم تسعدون. فأنا أخذت من هذه الآية أن الاصطلاح على الله فوز وسعادة. والله تعالى أيضا يقول: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأنا أخذت من هذه الآية أن من اتقى الله بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي والموبقات يسعد بتركه للمعاصي والخوف من الله جل وعلا والإقبال عليه بالطاعة. الله تباركت أسماؤه وجل في علاه بيّن أن الذكر فيه فلاح. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بيّن أن الكفة السخية والنفس الندية صاحبها يحصل السعادة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالعبادات برمتها لو درجنا عليها سعدنا أيها المسلمون عباد الله. أيضا السعادة في الإحسان إلى الخلق. عندما أزدي معروفا لأحد من خلق الله جل وعلا: والله إن السعادة تتسرب إلى قلبي قبل الناس. قال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني من فعل ذلك الله تعالى تكفل بأنه سيسعده في الدنيا قبل الآخرة، بل سيسعده أيضا في الآخرة. ولسوف يرضى، يعني ولسوف أسعده في الدنيا وسأسعده في الآخرة. عندما نحسن إلى الناس نقدم إليهم إحسان، والإحسان أن نعبد الله جل وعلا كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فنحن نوقن بأن الله تعالى يطلع على سرنا ونجوانا أيها المسلمون عباد الله.
أيضا السعادة في أداء الصلاة. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. نعم والله إني أتحسر على الشباب الذي لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة واستثقل الفرائض والنوافل، وأنا أقول له: والله لو جربت الصلاة لشعرت بمتعة لا نظير لها. تخيل النبي المصطفى يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان لا يشغل النبي المصطفى عن الصلاة شيئا صلى الله عليه وسلم. أيضا السعادة في الإيمان بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين استجابوا لنداء الله يشعرون بسعادة لا نظير لها. إن الجن قالوا لبعضهم كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا آمنا بالله جل وعلا وآمنا بأركان الإيمان نشعر بمقتضاها ومن ورائها بسعادة لا نظير لها. فالمؤمنون بالله المستقيمون على طاعة الله جل وعلا هم أسعد خلق الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أكثر الناس سعادة هم الذين أقبلوا على ربهم بالطاعة وأقبلوا على ربهم بالاستقامة. وفي تعريف سريع للاستقامة: هي ملازمة تقوى الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان. أقول وأكرر: تعريف سريع للاستقامة هي ملازمة تقوى الله في كل زمان وفي كل مكان. الله تعالى هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى متى يا رب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأسأل الله تعالى أن يحيينا على الإيمان والإحسان ولا يقبضنا إلا على أحب الأحوال إليه وهو راض عنا غير غضبان. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة أحبتي الكرام. أيضا السعادة نجدها في الرضا. الرضا عن الله، الرضا بالله ربا، الرضا بالإسلام دينا، الرضا بنبينا محمد نبيا ورسولا، الرضا عن قسمة الله، الرضا عن عطاء الله. نعم أنا أرضى بشكلي الذي خلقني الله تعالى عليه، وأرضى بزوجتي التي منحني الله تعالى إياها، وأرضى بأولادي، وأرضى بمسكني، وأرضى برزقي. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ومن أجل ما امتن الله به على النبي محمد أنه قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعض الناس الله تعالى يجعل النعمة تحيطهم من كل ناحية ولكنه غير راض عن الله. هذا هو الضنك. إنني تأملت دول العالم، في دول أوروبا السويد والنرويج ودول أوروبا أحبابي الكرام وفنلندا وإيطاليا وأمريكا، وجدت هؤلاء الناس متوسطات دخولهم عالية، وكل ما يريدونه من متع الحياة موجود وسهل المنال. يعني لو سلمنا أحبتي الكرام بأن الجنس فيه لذات، هم يعاقرون الحرام بالليل والنهار في المراقص وفي الحدائق العامة ولا يستطيع أحد أن يعترض، ومع ذلك أعلى نسبة انتحارات في العالم في هذه البلاد، متوسطات دخول عالية رفاهية.
يعني العاطل عن الإنتاج والعمل له مرتب ربما كان يداني مرتب وزير عندهم أحباب الكرام، ومع ذلك هم في ضنك. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب عبد اللطيف، السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد؟ يا شيخ محمد سلمك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال يا حبيبي، بخير حال. الله، والله يعني أنا ليه زمان ما شفتكش، فقلت شفتك على القناة فقلت لازم أسلم عليك. والله سلمك الله، أسأل الله أن يسلمك في الدنيا والآخرة. أنت عارف من معك فضيلة الشيخ الأول؟ يا ريت تذكرنا حبيبي. عبد اللطيف بتاع المسجد بتاع مدينة الإنتاج يا شيخ محمد. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اهلا استاذ عبده، ربنا يبارك فيك. اشكرك. معالي يا فاتر، ما شفتش حضرتك. اكرمك الله وعزك، انا سعيد باتصالك والله. الله يخليك يا شيخ محمد، الله يخليك يا شيخ محمد. الله يحييك ويرضى عنك. الله، انا هم هتابع حضرتك ان شاء الله باذن الله على الهواء. اكرمك الله، اسال الله ان ينفعنا واياكم بالعلم. ماشي يا باشا، الله يخليك يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال احبابي الكرام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الأخ الحبيب جلال من الغربية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمد؟ أكرمك الله وأعزك. كيف حالك؟ بخير حال يا حبيبي. الله يحفظك ربنا، بالله عليك يا شيخنا نسألك أن تدعي لي بالتوبة وبالثبات عن الشيخ، بالله عليك. أسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وعلى أمة لا إله إلا الله، وأن يثبتك على الطاعة حتى تلقى الله جل وعلا وهو راض عنك غير غضبان. وجميع المسلمين اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. بقول لك يا شيخنا، ممكن ناخد رقم تليفون حضرتك؟ أيوة خده يا حبيبي من الكنترول، ستأخذه بسهولة. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، من أجل ما امتن الله تعالى به على النبي المصطفى أنه قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعض الناس الله تعالى يعطيه والنعمة تحيطه من كل ناحية ولكنه لا يرضى، هذا هو الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا فإن له معيشة ضنكا؟ لأنه لبى نداء الجسد فأعطاه غذاء، أما غذاء الروح الذي هو من مدد السماء فقد فطم روحه عن غذائها وعن قوتها، فماتت روحه وصار بدنه لروحه مقبرة. نعم، فكان في ضنك، هم لازم وتعب دائم وحسرة في قلبه لا تنقضي. أيضا برقية أطيرها لشبابنا، إن السعادة مرتبطة بالعمل. نعم، السعادة مرتبطة بالعمل. وأنا أحيي فضيلة الشيخ محمد حسان في خطبة الجمعة اليوم، دعا الأمة برمتها للإنتاج والعمل، لأن الفطرة المقبلة هي فطرة إنتاج وفطرة عمل. والله تعالى قال في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب وفي مشقة. وكان سيدنا عمر يقول: لا أحب أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. أقول أكرر، قال عمر: لا أحب أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. لابد أن يكون هناك عمل، ولابد أن يكون هناك إنتاج. وإذا أكرمك الله أخي الحبيب الفاضل بالمال الوفير الذي هو من حلال، أكرم وأنعم. فقد قال النبي المصطفى: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وفي رواية: نعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم، إن كنوز الأرض الأولى بها المؤمنون. والله تعالى الذي أمرنا بالصلاة أمرا محتوما لا تفلت منه، أمرنا في نفس الموطن بأن نضرب في الأرض من أجل أن نبتغي من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بعدها بقليل قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اليد العليا خير من اليد السفلى. إن العاطل عن الإنتاج والعمل هو في عداد الأموات، لأن الله تعالى هو الذي وصف البطالة في القرآن، وصفها بالموت.
قال الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة الميتة، فكذلك العاطل عن الإنتاج والعمل ميت. فأنا أقول يا شباب كونوا رجالا، كونوا رجالا. الله تعالى وصف الرجال بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني عندهم تجارات وعندهم بيوع، ورغم أن الدنيا أقبلت عليهم قال الله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا ستعطيهم يا عزيز يا غفار؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأعجبني مثل قاله بعض أهل العلم، قال: مثل الرجل العاطل على الإنتاج والعمل وقد أعطاه الله تعالى الصحة وجعل في الكون أسباب تحصيل الأرزاق، ومع ذلك هو قابع لا يعمل ولا يأتي بحركة، مثله كمثل رجل عنده حديقة ماتت أرضها وتشققت، وأمامه نهر عباب جميل، وبين النهر وبين الحديقة حفنة من تراب، لو دفعها بخنصره لدخل الماء وارتوت الحديقة وخرج الثمر والعشب الكثير، ولكنه وقف يصلي صلاة الاستسقاء، وقف يصلي صلاة الاستسقاء. هل هذا عقل؟ هل هذا عقل أيها المسلمون عباد الله؟ الله تعالى أعطاك الصحة وجعل أسباب الأرزاق في الكون، وأنت تنتظر أن يأتيك من السماء الذهب والفضة والمناصب؟ لابد أن نتحرك ولابد أن نعمل. نعم، هذا الزمن زمن الإنتاج والعمل، لابد أن يكون هناك تعاضد وتعاون، كل منا يتحرك ويعمل وينتج من أجل الله ثم من أجل وطنه، وسيأتيه البر وسيأتيه الخير. فإذا عم الخير البلاد فسيعمنا وسنعيش في رفاهية وبلهنية عيش عندما نعمل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا للعمل والإنتاج، وأن ترتفع مصر بل ترتفع الأمة على أكتافهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أنا سأترك العمل وأدخل في التعامل مع الناس، هو سر بل إكسير السعادة. عندما أكسب ود الناس، أكسب قلوب الناس، أعيش معهم في متعة الحياة. نعم، أقول وأكرر، هناك ارتباط وثيق بين السعادة وحسن التعامل مع الناس. عندما نحسن التعامل مع الناس ونكسب ودهم، والمسألة هينة. قال أحد السلف الصالح: البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. فأنا عندما أحسن التعامل مع الناس وأكسب ودهم بالكلمة الطيبة، بالتعامل الطيب، بالإحسان، بأن أقدم لهم العون الذي أستطيعه، هنا أكسب قلوبهم، فإن عشت معهم سأعيش معهم في سكينة وفي وقار وفي وداعة وفي أمن. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب مدارج السالكين: عندما تتلطف مع رجل تلقاه لأول مرة، عندما تتلطف مع رجل تلقاه لأول مرة يحبك، فإن كان صديقا ازدادت محبتك في قلبه، وإن كان عدو انقلبت عداوتك في قلبه إلى محبة. الله الله الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، ننبز العداوة وننسى إساءة الأمس من مصافحة اليوم. يقول أحد السلف الصالح: إنه يكون بيني وبين الرجل هجر وملاحاة
فإذا مر علي وقال السلام عليكم ورحمة الله أنسى ما كان بيني وبينه من عداوة. نعم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وأريد أن أسأل نفسي وسألوا أنفسكم أحبتي الكرام في تعاملنا مع الناس، هل نحن ندفع بالتي أحسن أم ندفع بالتي هي أسوأ؟ ولقد اطلعت على سلف الأمة الصالح، رأيتهم يكسبون ود بعضهم بما يستطيعون. يعني أنا لو استطعت أن أكسب ود أخي الحبيب بحفنة من تراب، بحفنة من تراب، سأكسب من ورائها جنات ونهر، أنا الرابح. لقد وقفت خاشعا أمام معاوية بن أبي سفيان عندما أرسل إليه عبد الله بن الزبير رسالة، ويعني هجاه فيها، قال من عبد الله بن الزبير إلى ابن آكلة الأكباد، لأن أمه أكلت كبد سيدنا حمزة قبل أن تسلم، من عبد الله بن الزبير إلى ابن آكلة الأكباد، عمالك نزلوا أرضي وأنت ما صنعت لهم شيئا، والله لئن عادوا ليكون بيني وبينك شأن. أعطى معاوية الرسالة لابنه يزيد وكان في عقله طيش. سبحان ربي العظيم، قال يزيد لأبيه يا أبتي إنه أساء الأدب، أرسل إليه جيشا أوله عندنا وآخره عنده يأتونك بعنقه. انظروا إلى العقل والحلم. قال لا يا ولدي، ولكن أحسن إليه وأكرم رحمه. فكتب رسالة قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله، إلى ابن أسماء ذات النطاقين، إذا وصلتك رسالتي ضم حديقتي إلى حديقتك وعمالي إلى عمالك، وما كانت الدنيا لتفرق بيني وبينك أبدا. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير بكى وطار إلى الشام مسيرة شهر، ودخل على معاوية وقال سامحني، وقبل رأسه وقال أسأل الله أن يرفعك بهذا العقل وهذا الحلم وهذا الكرم. ارجعوا إلى قول الله تعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا هناك ارتباط وثيق بين السعادة والقناعة. أقول أكرر، هناك ارتباط وثيق بين السعادة والقناعة. سعد بن أبي وقاص يقول لولده يا ولدي إذا أردت الغنى فحصله بالقناعة، فإنك إن لم يكن عندك قناعة لم يكفك المال الكثير الوفير. لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد ثان، ولو أن له واد ثان لتمنى أن يكون له واد ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الذي لا يشبع يأكل أموال النبي من حرام، ويأكل أموال أصحابه من حرام، لا يشبع. مثله كمثل جهنم التي قال الله تعالى لها هل امتلأت، وهي تقول هل من مزيد. إنني تأملت الحيتان الكبار الذين نهبوا البلاد ونهبوا العباد، كانوا يأخذون من دماء المساكين ولا يشبعون، أخذوا المليارات ولم يفكر واحد منهم أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عما اقترفت يداه. نعم أحبابي الكرام، آكل الحرام لا يشبع أبدا، ولكن آكل الحلال يقنعه. الرزق اليسير والرزق القليل، كثير من الفقراء الذين نتعامل معهم، والله يا مسلمون نجدهم يتعاملون مع القوت الضروري بشق الأنفس، فإذا سألناهم عن أحوالهم يقولون نحن في نعمة، نحن في بلهنية عيش، نحن أفضل من غيرنا. وصدق الحبيب المصطفى
عندما قال انظر لمن هو دونك، يعني انظر لمن هو أقل منك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. نعم، من كان فقيرا فلينظر لأخيه الذي حبس بدين، من كان يجلس في غرفة واحدة ينظر إلى أخيه الذي يفترش الغبراء ويلتحف السماء، انظر لمن هو دونك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك. لابد أن نقنع بعطاء الله، ولابد أن نقنع برزق الله عز وجل. أيضا هناك ارتباط وثيق بين السعادة والصحة. نعم، قال النبي المصطفى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقديما قالوا في المثل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمتها إلا المرضى، لا يعرف قيمتها إلا المرضى. والله تبارك وتعالى في القرآن بيّن أن الصحة نعمة، الصحة نعمة. قال الله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. فالصحة نعمة ينبغي أن نحافظ عليها، وينبغي أن ننميها، نستخدمها في طاعة الله، ونستثمرها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، النبي المصطفى هو الذي قال الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تذكر الموت والبلى. وأنا أتمنى أن تكون هذه الكلمة رسالة لشبابنا الذين يتفطر القلب عليهم، الذين أدمنوا المخدرات وأضاعوا عقولهم وأضاعوا صحتهم، والشاب في حداثة سنه المخدرات أصابته بشيخوخة مبكرة. أقول له آن الأوان أن تستفيق. أتمنى والله يا حبيبي أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وتقوم الآن وتعلنها توبة. ربما كابدت شيئا من المشقة وأنت تخلص نفسك من السموم يا حبيب الكريم، ولكن إذا انتصرت على نفسك ستشعر بفوز عظيم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب فضلت الشيخ أيمن الداعية الذي أحببناه في الله. الشيخ أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شيخنا الكريم خير الجزاء. أحب الصالحين وأنت منهم، لعلي أن أنال بكم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، وإني والله أظنك تحظى بتوفيق الله سبحانه وتعالى باختيارك لهذه المواضيع الجميلة العظيمة التي نحن في حاجة إليها، خاصة في هذه العقود المتأخرة التي غابت فيها السعادة عن كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا السعادة ردا جميلا. والسعادة إني لا أراها في مال، يعني أنا لا أراها في جمع مال، ولا في سكن القصور ونسيان القبور، ولا في كثرة الأموال والأولاد، ولا في هذه الأشياء التي هي من زينة الحياة الدنيا، وإنما نرى السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، في السراء والضراء، عند الفرح وعند الحزن. سبحانك ربي سبحانك، هذه هي السعادة، أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي لا يسعدون بالإيمان، ولا يسعدون بالاستقرار، ولا يسعدون بهذه الأشياء العظيمة الكريمة إلا أن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يجري في حياتنا،
في حياتنا اليومية وفي حياتنا العلمية وفي حياتنا التعليمية وفي كل شيء من حياتنا، في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا التربوية، أن يحكم كل منا دين الله سبحانه وتعالى في نفسه، في نفسه، في كل شيء من حياته. هذه السعادة لا بد علينا أن نلجأ إلى السعادة، والسعادة أيضا في قراءة كتاب الله والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نقرأ القرآن، الصحابة الكرام، لننظر جميعا إلى عباد بن بشر التي كادت روحه أن تخرج وهو يصلي ولم يستطع ولم يرد أن يخرج، وقال لأن يخرج، وقال لأن تخرج روحي خير لي من أن أترك هذه الصورة الطيبة المباركة. وأحب أن أختم بقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يعني سعدوا في الدنيا بطاعتهم لله وبحرصهم على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء لهم أنهم في جنة الله سبحانه وتعالى، يتمتعون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وما أعطوا شيئا عظيما ولا سعادة أعظم ولا أفضل ولا أجمل من النظر إلى وجه الله الكريم. أريد أن أترك الفرصة لك شيخي الكريم حتى نستفيد منك وحتى نتعلم منك. وأنا أريد أخيرا أن أناشد إدارة قناة الرحمة المباركة أن تقدم برنامج شيخنا الكريم، فالمشاهدة له عالية والاستفادة منه كريمة وعظيمة، أن نقدم هذا البرنامج إلى ساعات متقدمة من اليوم حتى يستفيد الجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن، لست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل، جزاك الله خير. أنا اللي استفدت كثيرا من مداخلتك القيمة، وهكذا تعودنا منك الشيخ أيمن. أسأل الله أن يزيدك علما وفقها في دينك، وجزاك الله تعالى خير الجزاء. ومعنا الأخ الحبيب أحمد من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله. أسأل الله أن يحبك. أسأل الله أن يحبك. أسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك على هذه المواضيع الطيبة المباركة التي تتحدث إليها، ونحن بشوق إليها ونشتاق إليك كل أسبوع. كرمك الله وعزك، الله يحييك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذاكر لله، المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله الله. فالذاكر لله حي وإن حبست فيه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. ومن رضي بالله ربا رضيه الله عبدا. ونسألك يا فضيلة الشيخ أن تدعو لرجل توفي منذ 4 أيام بالرحمة والمغفرة، وأن يسكن الله فسيح جنته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأنا والله أحب أن أتحدث إليك كثيرا، ولكن أستدعى إليك فأنتم من مشايخنا الكرام، ولا تنسوا الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرحم ميتك وأن يقر عينك باستقرار البلاد، وأسأل الله عز وجل أن يصب الخير على مصرنا صبا، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج سناء، يا أهلا وسهلا. أهلا بك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب. اللهم تقبل يا رب. عايز أقول بفضل الله: اللهم نضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق، واجعلنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة برحمتك لا بأعمالنا. السعادة الحقيقية في طاعة الله والقرب من الله، وفي الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم بإخلاص النية لله. السعادة في إنكار الذات، في الرحمة، في عمل الخيرات والتخفيف عن أصحاب الابتلاءات، وإدخال البهجة على المهمومين. السعادة في التسليم بالقضاء والقدر، والصبر على الابتلاءات والصعوبات، وحسن الظن بالله أن الله ما ابتلانا إلا ليطهرنا ويصطفينا. ثم المنح والعطايا الإلهية. والسعادة الحقيقية في القرب والأنس بالله،
وساهم بمثابة المحرك والوقود والبنزين لمزيد من الأعمال الطيبة والسعادة في التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله وفي ملكوت الله واستشعار عظمة وجلال وقدرة الله. وهناك سعادة كبرى أن تصدق الله ورسوله في كل ما جاء به من قرآن وسنة صحيحة تصديقا معه تدبر وعمل، فتكون النتائج كما قال الله ورسوله وزيادة. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا، والتصديق التام بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أن الحبيب المصطفى بيننا الآن وقال لي أنت مسمتي الثناء لقلت نعم حقا وصدقا وعدلا، لأنه لا ينطق عن الهوى، وسأحسن الظن وسأستبشر وسأقول في نفسي مش ثناء لكن ثناء وصفاء ونقاء، كما قال للمرأة العجوز لا تدخل الجنة عجوز من باب الممازحة، فأنا أخذها من هذا الجانب. وجزاكم الله خيرا. وجزاك مثل حق سناء، ما شاء الله مداخلة قيمة. وأنا يعني ذكرتينا بقول ابن القيم: فتش عن كل موطن للسعادة في حياتك ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل بلية في حياتك ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. الله يكرمك يا شيخنا، انا في حيره. الله يكرمك، يعني يا ريت تهدي قلبي بكلمه من عندك. يعني انا واحده ابتلاها ربنا بالسرطان والحمد لله راضيه، وكان بالنسبه لي منحه وما كانش محنه. رداني ربنا سبحانه وتعالى وخلاني من عبيداته وخلاني انا راضيه عن نفسي، وده يكفيني الحمد لله. المشكلة ان انا الموضوع الحلقة بتاعت حضرتك السعادة انك انت ما تنام وانت مش غضبان من حد وانت مش زعلان من حد. لكن لو كان اللي زعلان منه انسان عشرته وجبت له اطفال ولما جالي المرض تركني سبتني، انا مش عارف اصبر او مش عارف ارضى او يعني عارف بشوفه بحس بمحنة، بحس ان انا السرطان اهون منه اهون من اني اشوفه. نفسي بهر القرآن بسأل اقيم الليل بسبح طول الوقت بشكر ربنا باستمرار، المرض نسيته بس مش قادر انسى اللي عمله. نفسي اصبر، نفسي ينزل على قلبي السدوان او الصبر، مش قادر. تنصحني بإيه؟ أختي الكريمة، يعني لقد يعني تفطر قلبي لألمك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأتمنى من كل من يشاهدنا من الصالحين والصالحات أن يدعو لأختنا الفاضلة التي أصيبت بسرطان. وأنا أثق أن من بينكم من هو مستجاب الدعوة، أسأل الله أن يشفيها وأن يبدي لها دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها. يا رب باسمك الأعظم أنت القادر، يا من طردت الداء عن بدن أيوب اطرد الداء عن بدنها. يا رب باسمك الأعظم بأسمائك الحسنى، يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اطرد الداء عن بدنها وأبدان المسلمين جميعا. ولكن أنا أقول لأختي الفاضلة: البلاء على قدر الإيمان، وأحسب أن إيمانك كبير أختي الكريمة. فأنت يعني أخبرتنا أنك تداومين على تلاوة القرآن، والدنيا برمتها إلى زوال والدنيا برمتها إلى فناء، وسرعان ما سنلقى الله جل وعلا. فالله تعالى ما ابتلاك لينتقم منك، ولكن ابتلاك الله تعالى إما أنه أراد أن يكفر عنا خطايانا أو يرفعنا درجات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والنبي المصطفى هو الذي قال: إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا صبر اجتباه. والنبي المصطفى هو الذي قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فربما كان الامتحان الصعب في صحتك وفي زوجك هو الامتحان
الذي به ستدخلين العلا من درجات الجنة. نعم، فمطلوب منك أختي الكريمة الفاضلة أنك لو ما وصلتيش لمرتبة الرضا ما تضيعيش منك الصبر، ولكن الله أسأل أن يرخي على قلبك برد الصبر والسلوان، وأن يقر عينك بشفائك ولا تقنطي. وعايزك أختي الكريمة حسيني ظنك بالله، لأن الله تعالى هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي. فأنا عايزك كنت معانا في البرنامج أيقني بأن الله سيطرد الداء عن بدنك، وإن أيقنتي ادعي ربك باليقين، لأن النبي المصطفى قال إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. ولكن أنصحك أختي الكريمة، فإني قد تألم قلبي من أجلك، والله أنصحك إنك تقومي في جوف الليل، لأن الله بجلالة قدره ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة يقول هل من سائل، قومي واذرف الدمعات وأنت على يقين، يعني إياك أن تشك أن الله سيطرد الداء عن بدنك. والله تبارك وتعالى قادر أن يبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم أشرف من سوهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. أحبك الله شيخ أشرف، أهلا وسهلا. الله يحبك في الله يا شيخنا، والله أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى، وأسأل الله أن يثبتك على هذا الدين وعلى هذه الدعوة المباركة، وعلى يعني نرى دائما وجهك الجميل. أكرمك الله، ربنا يجميلك في الدنيا والآخرة. موضوعك شيق وجميل وينحرف فينا المشاعر والله. الله يحييك، ربنا ينفعنا وإياك بالعلم يا رب. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. والله يا شيخ يعني الواحد من مكة يعني بينظر إلى نعم الله علينا وفضل الله علينا بيتأثر، يعني إزاي إحنا نتقرب إلى الله بالمعاصي والذنوب، والله عز وجل يعني نعم لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والله إحنا لازم نتوب نرجع إلى علام الغيوب. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنا أعلنها من الآن، توب لله عز وجل، توب، لأني الإنسان مهما يعني مهما قدم لله عز وجل يعني لا يوفي نعمة البصر نعمة السمع. كم أرى يعني أصحاب الله ذو عاهات وذو يعني فقد البصر، فلابد أن نتوب ونرجع إلى الله عز وجل من الآن. الأمة كلها تتوب حتى تنعم مصر بالخير والرزق الوفير. قال تعالى وأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمة تحتاج إلى التوبة، والله الأمة تحتاج إلى التوبة، لازم نتوب نرجع إلى الله عز وجل. هذه يعني أسأل الله أن يجعلها خالص والله من الآن، نرجع إلى الله عز وجل عشان تستقر البلد تستقر الأمور. التوبة فيها السعادة، فيها الرزق، فيها المحروم من الولد يلجأ إلى الله عز وجل، المحروم من المال يلجأ إلى الله عز وجل، الذي حرم الزوجة يلجأ إلى الله عز وجل، الذي يشتاق إلى الجنة يلجأ إلى الله عز وجل، الذي يفر من النار يلجأ إلى الله عز وجل. والله ما لنا غير الله، والله ما لنا غير الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر
إني لكم نذير مبين. الله سبحانه وتعالى رحيم يقبل التوبة. والله العبد الذي يعني أذنب فعلم أن له إله فتاب إلى الله في الحديث القدسي في المعنى قال الله أذنب عبدي ثم تاب فعلم أن له إله فليفعل عبدي ما شاء. فنرجع إلى الله عز وجل. مهما فعل الإنسان مش حيقتل مئة نفس، لابد الأمة أن ترجع إلى الله عز وجل. التوبة مفتاح السعادة، مفتاح الأمل، مفتاح الهناء في الدنيا والآخرة. التوبة يعني تجعل الإنسان يعيش مطمئن، يعيش سعيد. كذلك نرجع إلى الله عز وجل بالقرآن، نرجع إلى القرآن، نرجع إلى القرآن كلام الله عز وجل، لأن في القرآن السعادة، في القرآن الهناء. نرجع إلى حسن الخلق، نألف الناس والناس يألفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. حسن الخلق، عايزين نترجم هذا كله والتوبة كلها في حسن الخلق. لابد أن نحسن الخلق مع المسلم وغير المسلم. والله أنا منذ أيام وأنا آتي المدرسة رأيت شابا طيبا، أخذت معه يعني أخذته معي على الدراجة أو على الموتوسيكل معنا صح، فرأيته يعني طيب، فيعني علمت إن اسمه جرجس مسيحي. فقلت أنت مش خايف؟ قال لا مش خايف منك، أخاف ليه منك؟ إحنا في وطن، في وطن واحد. نعم مصر ملك الجميع، لابد أن نحسن حتى إن غير المسلم، حتى إن غير المسلم يعلم إن هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله ما يعني ما تكلمت معها في دعوة ولا أحرج في أي شيء ولا أقول له كذا ولا كذا، ولكن هو يعني علم إن هذا الموقف طيب. هكذا يعني تكون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أكرمك الله شيخ أشرف، ما شاء الله يعني على جمال صوتك وعلى خشوعك، وأنا بعتبر اتصالك بنا رزق. لقد أثرت في قلبي بموعظتك. ولكن أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، إذا كان موضوعنا عن السعادة فأنا لم أتكلم إلا عن نذر يسير من الموضوع، ولكن أنا يعني ليس عندي شهوة كلام. يعني إخواني الذين داخلون بمداخلتهم القيمة التي لا شك أننا استفدنا منها، ولكن العناصر الموضوع لم تستكمل بعد، فأنا على شوق أن ألقاكم بإذن الله تعالى في لقائنا القادم في الجمعة القادمة إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء، لنستكمل هذه المحاضرة القيمة التي هي بعنوان صناع السعادة، صناع السعادة. فإن شاء الله رب العالمين سأستكمل الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله. سعدت بكم في هذه الليلة الغراء، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، وجزاكم الله خيرا لحسن مداخلتكم. والله أسأل كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. كما لا يفوتني أن أشكر إخواني وأحبتي الكرام الذين يعملون من خلف هذه الكاميرات، شكر الله لهم وجزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. وإلى الملتقى في لقاء قادم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك.